من المنامة ينضم إلينا الكاتب الصحفي البحريني سعد راشد. سيد سعد، أهلا ومرحبا بك. الانتخابات البلدية والنيابية في البحرين، كيف بداية تابعت الإجراءات والاستعدادات لهذه العملية الانتخابية وأيضا الأجواء السياسية المحيطة بها؟ طبعا هذه عرس ديمقراطي يجري كل 4 سنوات، في ظل خصوصا هناك منافسة موجودة من ضمن المرشحين، وهناك استعدادات حكومية على قدم وساق، منها الاستعدادات الأمنية والاستعدادات التنظيمية، خصوصا أن هناك أكثر من هناك 54 مقر لإجراء الانتخابات فيها اللي هي عملية التصويت. طبعا هناك تقريبا 14 مقر للمقرات العامة، وهناك 40 مقرا اللي هي المقرات الموجودة في الدوائر. طبعا مثل ما ذكرت هناك طبعا الكتلة الانتخابية حوالي 349، هذه هي مقدار الكتلة الانتخابية، موزعا على 4 محافظات، وهي العاصمة حوالي 11%، والمحرق حوالي 9%، والشمالية 27%، والجنوبية أخيرا حوالي 7%. طيب، عملية الاقتراع للناخبين في الخارج شهدت إقبالا كثيفا سيد سعد، هل يمكن الربط بين هذا وبين أنه من الممكن اعتباره هزيمة للمشروع الإيراني؟ أولا هذه الانتخابات تجري ونعلم ما يجري بالخارج، وخصوصا هناك أصوات لدى الدول الأعداء خصوصا من إيران وغيرها من فضائياتها التي تحث على مقاطعة الانتخابات، وهذه أمر مرفوض، وشعب مملكة البحرين رفض هذا الأمر، والدليل على ذلك ما شهده يعني يوم الانتخاب للسفارات اليوم الموجودة عدد كبير جدا، وقالت اللجنة الإشرافية على الانتخابات بأنه الأعلى ضمن مسيرة الإصلاح لجلالة الملك في العملية الانتخابية. لا يفوتني هنا أن أذكر أن جميع هذه الدعوات تصدت لها مملكة البحرين، ليست هي جديدة، هي منذ بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك منذ عام 2002، وهذه الدعوات كانت مستمرة، وخصوصا شهدت هذه الدعوات خصوصا في الانتخابات التكميلية والانتخابات لعام 2014. نعم، سيد سعد راشد الصحفي البحريني كنت معنا من المنامة، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.